نتابع هذه الصور المباشرة من أثينا، حيث تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي يخوضها رئيس الوزراء اليوناني المنتهي ولايته كيرياكوس ميتسوتاكس ضد حزب سيزيرا المعارض، والذي بحسب استطلاعات يتقدم حزب ميتسوتاكس المسمى بالديمقراطية الجديدة بسبع نقاط مئوية. وأمام الآلاف من أنصاره بالأمس تحدث ميتسوتاكس عن إنجازاته السابقة، أبرزها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وتوفير الوظائف في الوقت الذي يقود حزب سيزيرا المعارض سياسة يسارية متشددة تجاه ما قدمه ميتسوتاكس في الفترة السابقة، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة التي شكلت في الفترة الماضية أو في الأيام الماضية، وهي ما وصفها البعض بالتجسس على الاتصالات في اليونان. معنا من أثينا مفدتنا دارين الحلوة لتطلعنا أكثر على تفاصيل سير العملية الانتخابية والإقبال على مراكز الاقتراع وأبرز البرامج الانتخابية من قبل ميتسوتاكس والحزب المعارض على الجانب الآخر حزب سيزيرا. بداية، نحن نتواجد داخل أحد أقلام الاقتراع اللصيقة بقلم اقتراع، سوف يدلي بصوته داخله رئيس الحزب المعارض سيزيرا أليكسيس تسيبراس، الذي سيصل خلال دقائق بحسب الإجراءات والتحركات الأمنية لفريقه الأمني. العملية الانتخابية تجري في هذه الأثناء بشكل هادئ جدا. الناخبون من الشبان وكبار السن يصلون إلى مراكز الاقتراع، يختارون اللوائح التي سوف يصوتون ل 280 نائبا، على أن النواب 20 الآخرين يمنحها الدستور للفائز الذي ينال الغالبية المطلقة. طبعا هذا القانون هو قانون نسبي معقد بعض الشيء، ولكن الفائز بالغالبية المطلقة يمكنه تأليف حكومة يمكنها يعني منسجمة، يمكنها أن تخوض أو تقود تنفذ المشاريع الانتخابية التي عادة يقدمها المرشحون وأصحاب هذه المشاريع الانتخابية والسياسية. طبعا الخلافات كبيرة بين الحزبين، حزب رئيس الحكومة كان قد وعد بخفض معدلات البطالة وأيضا رفع معدلات الرواتب، ولكن استمعنا إلى اعتراضات كبيرة من اليونانيين على تدني مستوى الرواتب والقدرة الشرائية. هناك من يقول إن اليونانيين يعانون فعلا من الجوع. طبعا هذه المطالب تلقفها الحزب المعارض وهو يساري، وهو دعا إلى يعني سياسة اجتماعية ترفع من مستوى الرواتب وأيضا تقدم سياسة استشفائية وطبية أفضل من تلك التي تقدم الآن، والتي تسببت بحسب هؤلاء بوفاة العديد من اليونانيين بسبب تراجع الخدمات الصحية والطبية طيلة سنوات الأزمة. أيضا هناك دعوات إلى الاستفادة من المنازل الخالية، هناك دعوات لوضع سياسة تحد من المشردين، بالإضافة طبعا إلى العناوين الكبرى المرتبطة بالحريات، خصوصا وأن الحكومة الحالية كانت قد يعني وجهت ب اعتراضات شعبية كبيرة، لاسيما على خلفية قضية التنصت على الهواتف، بالإضافة طبعا إلى يعني اتهامها بسوء إدارة وصيانة سكك الحديد، والتي أدت إلى تصادم قطارين في فبراير الماضي، وهو أمر أدى إلى وفاة العشرات. طبعا التنافس حاد بين الحزبين، ما يحسم هذا الأمر نسبة المشاركة. هناك تخوف كبير من برودة في الإقبال على الاقتراع في هذا اليوم، لأن بعض استطلاعات الرأي تحدثت عن أن هناك استياء عارم لدى الشعب اليوناني من السياسة التي اعتمدها الحزبين، وقد تعاقبا على
تصدر أو رئاسة الحكومة، ولم يؤدي هذا الشيء إلى حل الأزمات المالية المتراكمة منذ وقوع الأزمة الاقتصادية الكبرى. طبعا هناك دعوات للإبقاء على الحكومة الحالية أو حزب الحكومة الحالية، لأنه أتى باستقرار نسبي إلى البلاد مرتبط بتنشيط قطاع السياحة، والذي حمل عائدات مالية ساعدت في تنشيط الاقتصاد الذي يعاني الكثير في هذه البلاد. طبعا صناديق الاقتراع ستبقى حتى الساعة 7 مساء بانتظار فرز النتائج، ولكن هناك تعويل على إمكانية خرق أو تحقيق خرق من قبل حزب الديمقراطية الجديدة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه مقابل الحزب اليساري المعارض، ولكن هذا الأمر طبعا كما ذكرنا هو مربوط بنسبة المشاركة. أشير هنا إلى أنه في الانتخابات السابقة عام 2019 سجلت نسبة مقاطعة كبيرة وصلت إلى 42%، لذلك الخشية تكون من أن يتم يعني يحصل ارتفاع في نسبة المقاطعة، وبالتالي تكون البلاد أمام دعوة جديدة لانتخابات أو لجولة انتخابات جديدة في تموز المقبل. مفدتنا دارين الحلوي من العاصمة اليونانية أثينا، شكرا جزيلا لك.